السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اتفضل. شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يعزك وعلى قدرك ويربط على قلبك وينفع بك الأمة يا رب. وياك اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. عندي ثلاث أسئلة في السياق وسؤال واحد. اتفضل. لازم حضرتك يعني. اتفضل. ما هو نصاب زكاة الزروع؟ وهل يجوز توزيع زكاة الزروع مالا، يعني ليه القمح مثلا وطلع منه قيمته فلوس؟ وهل يجوز للرجل واحدة واحدة علينا كده بس، واحدة واحدة. طيب حاضر. نصاب زكاة الزروع 5 أوسق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع تقريبا 3 كيلو. إذن 180 كيلو، 5 أوسق يعني 900 كيلو، يعني طن إلا 100 كيلو. إذا كان الناتج ذلك أو أكثر من ذلك يزكى، زكى نصف العشر. حديث الرسول عليه السلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر. فتخرج من كل 20 كيلو كيلو، تخرج من كل 20 كيلو أيضا كيلو، في حال وصول ناتج الأرض إلى 900 كيلو أو أكثر. أقل من ذلك ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا رأي الجمهور. تمام. هل يجوز توزيع زكاة الزروع مالا؟ يعني أنا بدأت الأمس. لا 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 لا، آتوا حقه يوم حصاده. طب هل يجوز توزيع زكاة المال، زكاة الزروع للرجل على بناته المتزوجات؟ إذا كنا فقيرات. إذا كنا فقيرات. نعم. شكرا جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.